ننتقل لتقرير عن أسعار العملات والذهب ونشوف آخر المستجدات النهاردة، ونبدأ بسعر الدولار الأمريكي اللي سجل النهاردة للشراء 30 جنيه 84 قرش، أما البيع 30 جنيه 93 قرش. بالنسبة لليورو النهاردة وصل للشراء 34 جنيه أما البيع 34 جنيه و12 قرش. الجنيه الاسترليني النهاردة 39 جنيه و38 قرش للشراء أما البيع 39 جنيه و52 قرش. الريال السعودي 8 جنيه و22 قرش للشراء أما البيع 8 جنيه و24 قرش. أخيرا الدينار الكويتي النهاردة وصل الشراء 100 جنيه و30 قرش أما البيع 100 جنيه و64 قرش. دي كانت أسعار العملات النهاردة. تعالوا نروح لأسعار الذهب نشوف برضو وصلت لإيه وإيه آخر الأسعار. نبدأ مع بعض بعيار 18 اللي سجل 394 جنيه. بالنسبة لعيار 21 2210 جنيه. عيار 24 النهاردة 2526. وأخيرا سعر جنيه الذهب النهاردة وصل ل 17680 جنيه. وهي دي أسعار الذهب النهاردة. ايه رايكم بقى ايه نروح لفقرتنا الرياضيه والتمارين الرياضيه اللي بنحاول ان احنا نقدمها لكم كل يوم الصبح؟ هي بتبقى تمارين خفيفه جدا ما بتاخدش منكم اي وقت، لكن اكيد هيكون ليها تاثير كبير على صحتكم ولياقتكم. خلونا نتابعها مع بعض. صباح